أحمد بن راشد بن غدير. أشواطنا متواصلة والختام يعلن انطلاقات هذا المساء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباغي هذا المساء. وشارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، ونحن اليوم في يوم الختامي. استمرت الشارة لمدة 4 أيام، بداية بسن اللقاية وسن الإيذاء وسن الثنايا، واليوم مع سن الحولي والزمول، مع الختام مع الكبار. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني يحمل في طياته حول مهجنات صايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 8 كيلومتر، جائزتنا للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط مع بنت الريح، على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية، في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الثالث الشكلة، في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، المركز الرابع اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات على شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان على ظهر السامرية ومضمر السامرية صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس ودع في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس امتنان في المركز السادس في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سيف بن مبارك بن غويث الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات مهابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع ربشة لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مطر الخيلي. وفي المركز العاشر، وفي المركز العاشر العاصمة، في المركز العاشر لهجن الرياسة بقيادة مضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى بنت الريح ومع الريح وشامة ريحة الريح. يا سلام، والريح شمالي اليوم مع بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الثالث السامرية، في المركز الثالث السرمدية، في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان ومضمر السرمدية صادق فضل الأمير. ننتقل إلى المركز الرابع، امتنان في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مهابة لسمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس ودع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري شعل في المركز السابع في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن سعيد الخيلي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني يا سلام الآن التسلل على المركز الثامن ربشة بدأت تتسلل وتغير من مركز إلى مركز، وصلت إلى المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة مضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز نشوف المركز التاسع اللي في المركز التاسع الآن اللي في المركز التاسع الشكل اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر خليفة بن سالم بالصقعة، وفي المركز العاشر العاصمة لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. هذه النتيجة هذه النتيجة، ونرجع إلى بنت الريح مع الريح على مقدمة هذا الشوط تسابق الريح في هذا المساء. ها هي بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة اسم على مسمى، هي بنت الريح وتسابق الريح على مقدمة هذا الشوط كما عودتنا من يوم هي حجة حتى وصلت سن الكبار، هذا مركاضها تقوم راس وتنهي راس. ها هي بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، يوم السبق ولي خلف نعم بالواثق وتضميره. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية تلاحق بنت الريح لهجن الرياسة بقيادة ابن الفيلسوف حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز الثالث نشوف ربشة في المركز الثالث بتربشنا ربشة الآن في المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة مضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز الرابع ودع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الخامس السر مدية في المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد النهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز السادس مهابة في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، امتنان وصلت وانتقلت إلى المركز السابع إلى المركز السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز نشوف المركز الثامن شعل في المركز الثامن لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن سعيد الخيلي، وفي المركز نشوف المركز التاسع الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري. هذه النتيجة ونرجع مع بنت الريح مع الريح وشلها الريح شل على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا بنت الريح على هذا الأداء المتميز للغاية في هذا الشوط، هذا ما عودتنا بنت الريح. ها هي بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني الشاهينية منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تلاحق بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة مضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز الثالث ودع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، الذي يحمل أشارة ممتاز من أحد البطاحلة التضمير في هذا المساء يتواجد مع ودع في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع ربشة لهجن الرياسة بقيادة مضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز الخامس مهابة في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس امتنان
لهن لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع شعل في المركز السابع لسمو شعله في المركز السابع لهجن الرياسة بقيادة مضمر عيسى بن سعيد الخيلي. يا سلام على هذه النتيجة، نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى بنت الريح والشاهينية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، التنافس مستمر بدون أي أوامر تذكر من الإخوان المضمرين والمدربين، لا الواثق ولا ابن الفيلسوف، كل واحد يترقب للثاني، كل واحد يترصد للثاني. وبنت الريح لا زالت على المقدمة مسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، والشاهنية تلاحق بنت الريح على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة. يا سلام على الهنتين وعلى هذا الأداء المتميز الذي يقدم لنا في هذا المساء، وها هي بنت الريح على المقدمة. الشاهينية بدأت الآن تظهر خطورتها أكثر وأكثر لهجن الرياسة، 1200 عن خط النهاية بقيادة بنت الريح. بنت الريح والشاهينية، الرقص مستمر على مقدمة هذا الشوط بين الحول. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز، بنت الريح مع الريح بدأت تباعد على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للحول المهجنات الأصايل. يا سلام، لكن بنت الريح لا زالت مسيطرة والشاهينية لا زالت عندها أمل، عينها على بنت الريح، منافسة قوية منذ البداية وحتى هذه اللحظات، ونحن دخلنا في الكيلو الأخير والهنتين يتنافسن على مقدمة هذا الشوط بقيادة بنت الريح. وبنت الريح لا زالت مع الريح، والشاهينية قادمة. الشاهينية وبنت الريح، بنت الريح والشاهينية، اللحظات الأخيرة، 400 متر الأخيرة. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، من بين إمبراطورية هجن العاصفة ومؤسسة هجن الرياسة يتنافسا على مقدمة هذا الشوط بنت الريح وبنت شاهين. هذه المعركة، المعركة طاحنة، بنت الريح مع الريح تبى تصل إلى خط النهاية محتلة المركز الأول. الشاهينية وبنت الريح، بنت الريح تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز بنت الريح بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، المركز الثالث ربشة لهجن الرياسة، وفي المركز الرابع العاصمة لهجن الرياسة، وفي المركز الخامس ودع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. ياهو، شوط استمرت المنافسة طول مسافة 8 كيلومتر، وبنت الريح مع الريح منذ البداية وحتى خط النهاية قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدرة 12 دقيقة 42 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، توقيت متميز تحت اقدام بنت الريح. المركز الثاني الشاهينية ايضا ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت عرض ما فيه الكفاية، قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدرة 12 دقيقة 42 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، والذي وصلت في المركز الثالث ربشة قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 12 دقيقة 44 ثانية. بالوفاء والتمام، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي.